бабуе. والله الماي نبات يجينا هيك اخضر، نبات يجينا ابيض، نبات يجينا اصفر، يعني ما مستقر. مالح ما نعرف يعني منين يجيبوا لنا، ما ندري. اول شيء صار عندها حراره، ما كان فيها كل شيء، يعني هي كانت تحرك ايديها ورجليها وبلشت بدها تناغي، فجاه صار عندها حراره وما توفر دواء خافض حراره، هون صار عندها اختلاجات، ولما تختلج تفقد خالص الوعي، يعني يصير يطلع زبد من ثمها وتشبه ميت. يعني حولت للحسكه عده مرات، يعني ومره ضليت 17 يوم ومره 10 ايام هيك. واول شيء صار عندها سوء تغذيه شديد،